السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تحياتي لكم، أحمد سمير من قناة يلا نساعد بعض، والدرس الـ14 من سلسلة دروس كورس السينما 4D للمبتدئين. والنهاردة قائمة environment أو قائمة البيئة زي ما بيقولوا كده، أو المتعارف بالكلمة، وهي هناخد شوية حاجات على السريع كده. في حاجات هتبقى مهمة بالنسبة لنا، وحاجات مجرد ان احنا نبقى عارفينها، ومع الوقت لو حبيت تستخدمها تبقى معاك. اول حاجة هتبقى عندنا الفلور، ومن اسمها كده الفلور اللي هي الارضية بتاعتنا، او وحدة الارتكاز بتاعت الشغل بتاعنا، او اللي هي هتبدأ من خلالها يظهر بقى الشادوهات والحاجات بتاعتنا. فدي من الحاجات المهمة. هي الاعدادات بتاعتها مش كتير برضو، من قائمة الكورد خلاص احنا حفظناها، تكبر وتصغر من خلالها، والروتيشن والتحريك يمين وشمال. وهي بس اعداداتها من بيزك، ان انت لو عايز تغير لون الارضية بتغيرها من هنا، عندك كذا حاجة لاختيار درجة اللون. مجرد ان انت بتختار اللون بتاعك وبتحدده، هو خلاص بقى لون الارضية بتاعتك، ومن خلالها بتبدأ تظهر لك الشغل بقى. لو في شادوهات، في اضاءات، في ضوء وظل، في حاجة، بتبدأ هي طبعا تبقى هي العامل من العوامل اللي بتخليك تظهر الشغل بتاعك بالشكل كده. فهي حاجة من الحاجات الرئيسية اللي مفيش غنى عنها طبعا، أرضية الشغل. يعني من غير فلور أو من غير أرضية، مهما تعمل هتحس إن الدنيا معاك، مفيش أي شيء يظهر لك الشغل بتاعك. فالفلور من الحاجات الرئيسية اللي انت بتبقى أساسي معاك. السكاي برضو، السكاي نفس الوضع، هي بتحاكي السماء، هي مجرد ان هو بيبقى لون برضو، مجرد ان انت بتبدأ تغير لونها، تغير شكلها. لو عايز تحاكي درجة لون معينة، في هنا رسمة الهرم دي او color from picture، بتحط الصورة، بتعمل لود للصورة من هنا كده، الصورة اللي انت عايزها ايا كانت، وبتبدأ تحرك المؤشر، بيبدأ ياخد لك درجة اللون اللي انت حبيبها. لو انت عايز تحاكي لون سما بالظبط بشكل معين، بتبدأ انت من خلالها تعملها كده. بصراحة هي برضو من الحاجات اللي انا ما استخدمتهاش او ما بستخدمهاش كتير، فدي معاك برضو من الحاجات الظريفة. وبرضو نفس الفكرة، يعني هي ملهاش اعدادات كتير خالص في الموضوع، هي مجرد ان انت بتحدد اللون بتاعك، بتبدأ تديك المنظر ده. لو حطيت بقى كيوب، حطيت حاجة، بتبدأ هي تظهر معاك باللون ده. فهي عفوا ملهاش برضو استخدام كبير بالنسبة لي السكاي برضو، فزي ما انتم شايفين هي مجرد سما بس كده، ما فيش اي تأثير من خلالها. بعد كده الانفيرمنت نفسه، ودي البيئة المحيطة بالعمل بتاعك، هي نفس الفكرة برضو، ان انت بتغير اللون، وهنا بتبدأ هي البيئة المحيطة للعمل بتاعك بالشكل ده كده، بتبقى هي الغالب عليها الشغل، وبتبقى هي اللون او الحالة اللي انت عايز يبقى عليها الشكل اللي هو عليه الديزاين، او عليه الجو اللي انت حابه يبقى حوالين التصميم بتاعك. فهي مجرد انها حالة بس كده بتخلي لك الجو. برضو من الحاجات اللي انا برضو ما بستخدمهاش كتير، هي ملهاش زي ما انت شايفين القوة بتاعتها، قوة الاضاءة وقوة التأثير. فدي كلها حاجات انا بصراحة ما استخدمتهاش كتير، او قد برضو من الحاجات اللي انا ما بستخدمهاش برضو. بس طالما احنا بنقول كورس، فاحنا بنقول الحاجة اللي احنا قدامنا عشان نشوف الدنيا عاملة ازاي. ودي قوة التأثير بتاعت الاضاءة،
تخفف وتزود زي ما انت عايز برضو. فدي من القوائم برضو اللي ملهاش استخدام كتير. الفول جراوند برضو حاجات انا مش فاهمها، يعني من اسمها الفول جراوند يعني الخلفية الأمامية أو الحيطة، يعني دي لو جينا برضو خلينا لها لون، سوري خلينا لها لون مثلا، تعالى ناخد لون وعملنا كده، بس حطيت أي حاجة تانية بقى هي ما بتظهرش، لأن هي ده بيقول لك الفور جراوند. تظهر إمتى بقى؟ لو إحنا جينا مثلا جبنا ماتيريال مفرغ أو أي حاجة مفرغة، مثلا انا عامل كلمة سي فور دي بي اس دي، لو جبناها كده مثلا وعملنا لها الفا عشان نفرغ كل اللي حواليها بالطريقة دي كده، وجينا حطيناها كماتيريال للفور جراوند، هي هتظهر معاك بس بتفضل ثابتة، يعني عارف بتفضل ثابتة معاك وبتجيب لك الفريم لو انت عامل لون او حاجة، لو قلنا له اوف هو بتفضل ثابته معاك، الفور جراوند ثابته، يعني مهما تتحرك هي مش هي ما بتتحركش، هي مجرد انها حاجة قدامك كده، مجرد انها زي ووتر مارك او حاجة. برضو انا ما استخدمتهاش خالص بصراحة، فانا مش شايف لها استخدام معايا او في شغلنا اللي هو كبداية يعني. ف برضو الشيء بالشيء يذكر. الباك جراوند، والباك جراوند لا، الباك جراوند دي ممكن نطلع منها شغل حلو، يعني الباك جراوند هي الخلفيه، يعني ما مجرد انها خلفيه، ممكن بقى تستخدم اي خلفيه انت عايزها. بس انا هقول لك على معلومه دلوقتي، الاستخدام الباك جراوند هتبقى حاجه معلومه ليك كويسه، هتستفيد منها كتير وهتعجبك، وهطلب منكم دعوة بقى بسبب المعلومة اللي انا هقولها لكم دي ان شاء الله. دي الخلفية بتاعتك، وهي هتبقى قدامك خلفية ثابتة مش هتتحرك معاك، هي مجرد خلفية ثابتة، هي باك جراوند، ما هي اسمها باك جراوند. لو انت عايز تشتغل بقى على حاجة معينة وتحطها خلفية الاوبجكت انت عامله او مشروع انت عامله وعايز تعمل خلفية، بتبقى الموضوع ده. تعالى بقى المعلومة المفيدة من موضوع الباك جراوند ده واللي هقول لك عليها، ركز معايا. احنا هنجيب تكتشر ولو تكن صورة زي، بسم الله، ممكن ناخد حاجة زي دي مثلا ونقول له اوكي، ونشيل الريفليكشن لان احنا مش عايزين لها ريفليكشن. هنا مديك مقاس الصورة ريزوليوشن او السكيل بتاع الصورة، تعال نظبط السيتنج بتاعتنا او الريندر سيتنج بتاعنا على مقاس الصورة اللي عندنا اللي هو 3 2 6 4 و 1 8 9 3، دي كده ابعاد الصورة بتاعتنا اللي هي المسافة بتاعت الشغل بتاعنا. لو حطيناها كده ظهرت عندنا بالمسافة دي كلها. طيب ايه المعلومة اللي انت عايز تقولها؟ حاجة اسمها الكومبوزيتنج. احنا لو جينا وقفنا جبنا نزلنا كاميرا، واخد بالك، وظبطنا الكاميرا على النص بالظبط عندنا بالشكل ده كده، خليناها كلها اصفار بالشكل ده كده، وجينا حركنا الكاميرا في النص بالشكل ده، وتعالى نخليها على الاول بريفيو بتاعنا كده ماشي، ونشوف الكاميرا بتاعتنا هتوصل معانا لفين، ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. وهننزل بلان، نزلنا بلان اهيت وخلناها، تعالى بس نظبط الكاميرا بتاعتنا عشان ما كانتش شغاله، ف كده ظبطنا الكاميرا بتاعتنا، وتعالى نكبر البلان دي عشان تظهر معانا في الكادر بالشكل ده، يعني انت لو سحبتها كده او كده هتظهر معانا. احنا لو جينا عملنا ريندر سيتنج او عملنا ريندر هتبان معانا الحتة السوداء او الخلفية دي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي على البلان، نعمل رايت كليك ونعمل حاجة اسمها كومبوزيتنج، ونيجي على كومبوزيتنج باك جراوند، ونيجي ناخد البلان او الماتيريال نحطها
نشدها بالت ونحطها على نفس البلان. فتعال نشوف كومبوستنج بيعمل لك عملية دمج أو محاكاة الأرضية مع الصورة، بيدمجها لك فيها كده باللغة بتاعتنا كده، بيدخلها في الصورة. طب دي هيفيدنا في إيه؟ هقول لك هيفيدنا في إيه. تعالى لو أنت عايز تركب بقى حاجة على النجيلة دي وتبان إنها طبيعية، تبان إنها مش متركبة، تعالى ننزل تكست ونكتب مثلا سينما 4D الشكل ده كده، وخلناه في الميدل وخلناه بولد وادينا له اكسترود كويس، وظبطنا الابعاد بتاعته شويه وادينا له روتيشن خفيف كده عشان يبين لنا الشغل اللي احنا عايزينه. انا لو جيت شديته كده هيبدا يختص، مش هيبان، لان هي دلوقتي البلان بتاعتنا بقت جزء من ارضيه الصوره، فانا كل ما هشد خلاص هو مش هيبان. تعالى نعمل ريندر، شايف بدأ تدمج لك الاوبجكت مع البلان مع صورة واحدة. تعالى ننزل مثلا لو يكون تارجت للإضاءة عشان نشوف الدنيا بتاعتنا ازاي اهي، وتعالى نعمل له شادو ونشوف الافكت بتاعنا. تعالى نقرب شوية من الكلمة عشان تبلنا ونشوف التأثير بتاعها هيبقى عامل ازاي معانا، وتعالى نصغر شوية عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا التارجت بتاعنا لازم نظبط بقى الاضاءة بتاعتنا كده عشان تبان معانا. تعالى نغير زاوية الكاميرا شوية بالشكل ده كده عشان تبان معانا اللي احنا عايزين نقول. فمجرد ان انت بتتحكم بقى في الكاميرا بقت هي المصدر الحركة بتاعتك، انت خلاص مش هتبدأ تتعامل مع حاجة، انت هتبدأ تتعامل مع الكاميرا نفسها، يعني هتلف كده عايز تلف فهو بيلف لك الكادر كله. احنا خلاص بقينا محكومين احنا بالكاميرا، ما تيجي تظبط بقى اضاءاتك بتاعت تاج السبوت اللي انت مظبطه او ايا كان وحدة الاضاءة اللي انت مستخدمها، بتبدأ تظهر معاك بالشكل ده كده. ولما تعالى نشيل اللايت ونحط احنا لايت نقدر نتحكم فيه براحتنا كده زي ما احنا شايفين اهوت كده بالشكل ده. طبعا انت بتقعد تظبط الاضاءة على ما نيجي لموضوع الاضاءة، انا بوريك بس الفكرة اللي انت ممكن تستخدمها من حتة الباك جراوند والفلور بلان ونعمل لهم كومبوزيتنج مع بعض، فبتبدأ تحاكي بقى الأرضية اللي عندك وتبدأ تركب الصورة كأنك مركبها أو مصورها بالشكل ده. تعالى نحط بقى شوية افكت عشان الدنيا تظهر معانا ونشوف التأثير عامل ازاي. طبعا زي ما انت شايف كأن الصورة راكبة على النجيلة طبيعية مفيهاش تعب كتير، هو كله بيتلخص في تظبيط الإضاءة بتاعتك وتشوف مصدر الشادو بتاعك جاي منين عشان تبدأ تظبط الدنيا عشان تبدأ تبان الدنيا انها مظبوطة. يعني لو الصورة هنا عشان الصورة مفيهاش شادو فمش بيبين اتجاه الشادو فين، فمجرد ان انت تظبط اتجاه الشادو بتاعك بتبدأ الصورة تظبط معاك وتبدأ تبين لك انها طبيعية في التركيب. فدي من الحاجات المهمة قوي وممكن ما تلاقيهاش في كورسات كتير، مع التدوير ومع المذاكرة قدرت ان انا اوصل لحاجة زي دي كده. ممكن تكون المعلومة عند حد مننا او موجودة عند حد قبل كده، ويمكن تكون جديدة لبعضكم، فهي من الحاجات اللي مع الوقت هتحتاجها لو انت بتحتاج تركب بقى مشاريع على حاجات معينة، على ارضيات، على حاجة، دي هتفرق معاك وهتبقى معاك بشكل بسيط ومفهوش تعب، بس هي فكرة ان انت تبقى فاهم شغلك انت ممشيه ازاي. يعني احنا لو ما زبطنا الاضاءات بتاعتنا كده وتبدأ تشوف
تبدأ بقى محتاج انت تلعب في الإضاءة بتاعتك وتبدأ تظبط مصدر إضاءتك عشان الأمور تظبط. فكل ما بتحرك كل ما بتبان بقى فتحان وغمقان، فانت محتاج ان انت تبقى عارف انت شغال ازاي ودنيتك ماشية ازاي. فكده بالتالي احنا خلصنا الحتة او النقطة اللي انا كنت عايز اقولها لكم، وهي نقطة الكومبوزيتنج دي. فدي هتفرق معاك كتير في انك تظبط الشغل بتاعك. الكاميرا اتحركت، ظبط الكاميرا عشان الدنيا تظبط معاك. فانت بقيت مربوط هنا برضو بموضوع الكاميرا، فانت محتاج تبقى على دراية باللي انت هتعمله كويس عشان تظبط معاك الدنيا. فدي برضو حاجة انا قلت ما تعديش طالما جينا على القايمة ديت، فاحنا محتاجين ان احنا نقولها عشان هتفرق معاك وهتفيدك في حاجات كتير قوي. زي ما انت شايف بتبان ان الموضوع طبيعي. كل ما بتحرك بقى كل ما التأثير والإفكت بيبان بتاعك. عايز تكبر، عايز تصغر، عايز بقى تخليها بشكل انت حابب ايه المعلومة معاك، وانت من خلال ادواتك توظف الدنيا بالطريقة اللي انت شايف. زي ما انت شايف كده هيت الدنيا بقت ظريفة ولذيذة. فدي معلومة يعني اقول لك ايه، بس مش عارف اعمل ايه يعني بصراحة اكتر من كده. زي ما انت شايفين كل ما بتحرك كل ما بتبان معاك. بس انت طبعا لازم وانت بتحرك الكاميرا تبقى انت مخلي عينك تبقى الحاجة باينة واقعية وباينة، تبقى معمولة بشكل صحيح عشان ما تبانش انها مجرد صورة مرمية وخلاص. زي ما انت شايف كده لو جينا لغينا البلان طبعا، فكل اللي انت عملته مش هيبقى له تأثير، ومش هيبقى فيه شادو، مش هيبقى فيه حاجة تحس ان حاجة مش مظبوطة. مجرد ان انت بترجع الصورة بتبدأ تعمل اللي انت عايزه. والكومبوزيتنج بقى في اعدادات وحاجات كتير ممكن ايه تروح لها. بس انا بصراحة ما يعني ايه ما لعبتش في الاعدادات دي كتير، وفي نفس الوقت ما استغلتهوش خالص. يعني نروح بقى على اللي بعدها. والباك جراوند خلصناه. ستاج دي حاجة تبع شغل الكاميرا، يعني مش عارف يعني هي بتخليك تتنقل ما بين كاميرا وكاميرا. تعال نشوف هاي حاجات للموفي برضو، تعال نقولها بسرعة. بس انا ما استخدمتهاش خالص بصراحة، وما يعني هي برضو في التحريك وفي الموفي. تعال لو عملنا مثلا نزلنا كاميرا هنا، ماشي، عملنا كاميرا كده مثلا وظبطنا الكادر بتاعها بالشكل ده مثلا كده، وعملنا حركة اي حركة ايا كانت للسفير اللي عندنا ده مثلا بالطريقة دي كده زي ما انت شايف كده، وجينا عند الحركة دي مثلا هنا كده، ونزلنا كاميرا تانية ماشي، وخدناه بوزيشن تاني بشكل تاني بطريقة كده مثلا، وعملنا حركة تانية. يعني خلينا نجرب نشوف هي كده هتظبط معانا ولا لا. يعني لو جينا على دي على اول كاميرا هنا ورجعنا جبنا الستيج دي حطينا هنا الكاميرا، وحركنا الشغل بتاعنا وجبنا الكاميرا التانية هنا كده، وعملنا كده مش عارف هي هتبان معاك ولا لا. بص هي عملية بص بتنقلك ما بين كاميرا وكاميرا، فيعني هي بتبقى اكتر للحاجات الموفي. يعني شايف هي بتبقى حاجات اكتر لحاجات الموفي بتاعتنا
بص انت حتى لو بصيت على الكاميرا هنا هتلاقيها بتيجي عند نقطة معينة وتتحرك على كاميرا واحد، فهي دي بتتحرك على موضوع الكاميرات. لو انت عندك كذا لقطة بكذا فيو معين، فانت مجرد ان انت بتظبط كل اتجاه كاميرا لوحده 3 4 5 كاميرات، ومع كل حركة بتبدأ تنشط الكاميرا وتحط عند الفريم اللي انت عايزه الكاميرا التانية، وبتحرك تيجي على الفريم التاني وتحط الكاميرا اللي بعدها وتسحب الكاميرا اللي بعدها. فانا ما استخدمتهاش كتير خالص، انا حتى رجعتها بس عشان ابقى اقول لكم ايه اللي هي ممكن تستخدمه فيها. فانت لو هتبقى في الموفي والحاجة دي ممكن انها تفيدك لو انت شغال في موضوع الموفي او الحركة على السينما 4K. اخر حاجة معانا والفيزيكال، نتكلم بقى على الفيزيكال سكاي ونشوف الفيزيكال سكاي دي بتعمل ايه. الفيزيكال سكاي هي بتحكي لك الشمس وأوقات اليوم على مدار ال 24 ساعة. طيب ازاي الموضوع ده؟ ازاي انت لو جيت على الفيزيكال سكاي وجيت على حاجة اسمها تايم اند لوكيشن وجايب لك هنا الست، انت لو فتحت الست دي هتلاقي معظم او السبع قارات او معظم 1 2 3 4 5 6 7 سبع قارات بتوعك. لو جيت على افريقيا مثلا ودورت على اسم بلدك مثلا هنا وجينا هنا مثلا سوري افريقيا وجينا هنا اخترنا ايجيبت، هتلاقي جايب لك الشمال والجنوب والوسط يعني عارف. فاحنا مثلا احنا كايرو وجيت ضغطت على ناو فهو بيحكي لك الوقت اللي احنا فيه، يعني الساعة دلوقتي 3:15 فهو الساعة 3:15 2020، وانت بتظبط لو التاريخ ده مش مظبوط عندك انت بتظبط الدنيا عندك. وهنا بيبدأ يحكي لك الوقت بالظبط دلوقتي الساعة كام. لو جيت هنا حبيت تغير تقدم الساعة تلعب في التوقيت، يعني مثلا دلوقتي الساعة 3:15 الفجر بيديك المحاكاة بتاعت الوقت بالظبط. لو انت بتشتغل حاجة بقى عايز تديها مود الفجر كده او حاجة سوليد بقى تطلع والحاجات دي، ممكن تبدأ تشتغل بتوقيت الساعة ده وبيظبط معاك هنا. طيب لو ضغطنا ناو تاني هيجيب لك الوقت اللي احنا فيه. طيب لو انا عايز اضيف سما مثلا، بتيجي على بيزك هنا وتقول له لود سكاي وبتختار السما اللي انت حاببها وبيبدأ يطبقها لك على الجو عندك وبيحط لك السما هي بالشكل اللي انت شايفه ده كده هو، وبتبدأ يحاكي لك الوقت بالظبط في السماء زي ما انت شايف كده تبدأ تلعب فيها. فانت لو بتشتغل مشهد خارجي في بقى مثلا بتشتغل على بيت مسجد اي حاجة كانت خارجية، ده هيساعدك وبيبدأ يظبط لك تلقائي الشادو والضوء والظل بتاعت كل حاجة. يعني انت لو حاطط كذا حاجة مثلا جنب بعض بالشكل ده كده بيبدأ هو يحكي لك الضوء والظل على حسب الوقت وعلى حسب زاوية الكاميرا اللي انت مختارها. ففيزيكال سكاي انا بستخدمها ساعات كتير في الشغل بتدي نتائج حلوة جدا زي ما انت شايف كده. بتبدأ تلعب بقى انت في السيتنج وتستكشف الدنيا بتاعتك هنا السكاي. لو انت عايز حاطط بقى عايز تلعب في المود بتاع الإضاءة وتبدأ تشوف الدنيا بتاعتك عاملة ازاي. والصن نفس الفكرة، ممكن الكلام ده لو انت مش عامل بقى مش منزلين سكاي، يعني احنا لو شلنا دي كده ونزلنا السكاي الفيزيكال سكاي وجينا على الصن هنا وبدأت تلعب في الالوان بتاعتها بتبدأ تظبط لك اللون زي ما انت عايز شايف، بيعكس لك اللون على الاوبجكت اللي انت شغال عليه ايا كان بقى اللون اللي انت تشتغل بيه بيبدأ يعكسهولك على الشغل بتاعك. والشادو طبعا اريا او هارد، لو هارد بيخلي لك الشادو حد او شوية، لو اريا بيبقى في حدود الاريا بتاعتك وبتحس ان الدنيا بتبقى ناعمة. اللون بتاع الشادو لو انت عايز تلعب في اللون بتاع الشادو تخلي لون معين زي ما انت شايف كده، بتبدأ بقى انت
تستكشف الديتيلز بتاعتك، لو انت عايز تظهر حاجة او تخفي حاجة تزود حاجة، بتبدأ ان انت تلعب وتستكشف في الموضوع عندك. فهي الفيزيكال سكاي هي بتحكي لك اليوم على مدار ال 24 ساعة بالطريقة اللي انت حاببها، وتحدد مدينتك وتبدأ تلعب في الالوان وتبدأ في الحاجة بتاعتك، وانت لما بتنشطها بتبدأ بقى تظهر لك شوية حاجات في الكلاود والحاجات دي. انا بصراحة ما استخدمتهاش وما كنتش حاولت ان انا اشوفها قبل كده، فانت ممكن تبدأ تستكشف وتشوف الدنيا. فزي ما قلت لك كده، هي تبدأ تستكشف انت الموضوع. يعني انا ما بستخدمش في الليلة دي كلها غير مثلا الباك جراوند زي ما شرحناها بالطريقة اللي احنا عايزينها، والفلور طبعا الاساسي، او ممكن تستغنى عنها بفكرة البلان هنا، والسكاي فيزيكال سكاي. غير كده بصراحة ما بستخدمش حاجة من بقية، لان هي القائمة كلها ما فيهاش تفاصيل كتير. يبقى احنا كده خلصنا الدرس، والدرس الجاي ان شاء الله المنتظر بقى، ونبدأ نخش في الإضاءة، وازاي نبدأ نشوف الإضاءة بتاعتنا هتشتغل ازاي، ونبدأ نظبط الشغل بتاعنا ان شاء الله. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، ونتلقى على خير، وكل عام وحضراتكم بخير، وما تنسوناش بصالح دعواتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم.